شنو حبك للحسين؟ بالشرايين يا بعد أمك. حب الحسين إن كل سنة وكل عام يا وداني تستعلمين إن شاء الله ويحفظ أمة محمد. إذن هو طريق جنة الحسين؟ نعم، وهذا طريق النجاة. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. السلام عليه وتفيق الشعوب، السلام عليه جداك دمي حبيبي. وين هو وين هو؟ جداك دمي حبيبي. السلام عليه. كل الظروف الطبيعية كانت الجو حار أو بارد، فإحنا متحملينها كل الظروف الطبيعية خدمة لأبا عبد الله الإمام الحسين. فدح عمرنا يروح فدوة، حسي الناس لك زحيم، حسي الناس لك زحيم. ما تخوفنا المناية، تبقى راياتنا تريد، تبقى راياتنا تريد. ربت جوانا يا حسين، قايم دعانا يا حسين. قل له من الذي حدا بك أن تأتي مشيا على الأقدام؟ قال له حبكم يا آل محمد. ثم أن الرجل أخرج قدمه، الرواية تقول وقد تفلقتا، يعني لحم الرجلين قد وقع، مشي بعيد ومسافات بعيدة. قال له والله لو أن حجرا أحبنا لحشره الله تبارك وتعالى معنا في الجنة. يا حسين قد أتينا، وحفاة قد مشينا، سائرين يا حسين. شوف هذا الغبار اللي امامك، خلص اشوف هذا الزائر هذا راح يمر باتربه وغبار، وهذا انتم عندكم يعني مكان استحمام هاي الزائرين؟ احنا موفرين كافه الخدمات للزوار. لك من لك بعدنا الحر الجراح اللازفه، والى مرقدك الارواح تهفو لاقفه، والملايين إلى مثواك تسعى زاحفة، ومن المنامة الصيحة تأتي قاذفة، فداك دمي أبي وأمي، فداك دمي أبي وأمي. لو قطعتم يدي السلام عليك. هذا الصوت كل ما مر عليه دور هامس، فليس إنه مات وإنما يتجدد ويرتفع ثانية بأمر الله تعالى، لأنه صوت حق وصوت عدالة. السلام عليك يا أبا كايرسي، يا زينب هنيدي كايرسي، يا زينب وضي حسين ويبهم سي، لكن أباك أباك والله يا زهرة ما ننسى حسين. وعلى الأفق دمك اليوم تبدو جارية، فاحمر والليل دماك القانية، لك في الدهر دم يروي الشعوب الضامية، ومن الأعراق يستأصل عرش الطاغية، فأنت عبرة لنا وعبرة. فدح عمرنا يروح فدوة، حسي الناس لك زحيم، حسي الناس لك زحيم. ما تخوفنا المناية، تبقى راياتنا تريد.